متابعي راديو ام، مساء الخير عليكم. مازول في الون سلام عليكم في خمسة على خمسة، البرنامج السياسي اللي يجيكم كل مرة سياسي، ولكن عودناكم في كل مرة نناقشوا الأمور اللي تهمكم سواء كانت صحية اقتصادية أو اجتماعية. هذا الأسبوع يعني رأي العام الجزائري شغلاته أمور سياسية ولكن أمور اقتصادية كذلك، منها اللجنة المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى ما سمي بمبادرة لم الشمل أو اليد الممدودة كما سماها رئيس الأركان أمس سعيد شنقريحة. للحديث عن كل هذا أسعد اليوم بلقاء القيادي في حزب العمال جولي جلول، أهلا بك. شكرا على الاستضافة، تبارك الله فيكم. العفو، مرحبا بكم. معنا مراد بياتور قيادي في حزب الأرسيدي، أهلا. زلف الأول، مساء الخير للجميع، شكرا على الدعوة. العفو. معنا إحسان القاضي صحفي، أهلا بك. أهلا. كما قلت كاين اليوم مسائل اقتصادية ومسائل سياسية، ويعني مرات متشعبة فيما بيناتها، هي سياسية واقتصادية في نفس الوقت. قانون الاستثمار تم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله عدة مرات، يعني كان المفروض أنه يتم المصادقة عليه فيما قبل ولكن أجل. وعلاش هذا التأجيل لعدة مرات، وماذا يمثل قانون الاستثمار للاقتصاد الجزائري اليوم؟ اولا كما قلت شكرا على الاستضافه، تحيه طيبه لكل المشاهدات والمشاهدين تاع راديو ام والمستمعين كذلك. الزلف اللون في قضيه القانون الاستثمار، لما نتكلم عن الاستثمار نعاود نرجع نوعا ما لسنه 2016 لما كان قانون الاستثمار اللي قدموه انذاك، هو قانون كومبرادوري، قانون يعني حقيقه اللي هو سمح باش تتكون هذيك الاوليغارشيا اللي نهبت المال العام. واليوم رانا شفنا هذه التعديلات وعده مرات ان تاجلت، او كان هناك عده اجتماعات لمجلس الوزراء او مجالس الحكومه باش يعاودوا يراجعوا هذا قانون الاستثمار، في الحين ان لابد اننا نديروا امبيلون. حزب العمال نقول من حوالي سنة 2008-2009 مام حتى على مستوى المجلس الشعبي الوطني نديروا أن بيلون، البيلون حول كل هذا السياسة الاستثمار اللي راهي موجودة في البلاد، لأن اليوم باش بدات قال نديروا استثمار لازم نعطيه كل الوسائل ونعطيه كل الإمكانيات باش يكون هناك استثمار في الجزائر. لكن كيلكو بار ابري دو تروا كاترون لازمك تدير مراجعة حول الإجراءات اللي خذيتها. مثلا ناخذ القانون الاستثمار تاع 2016، ولكن هذا مازال ما شفناش، لكن يمشى في نفس الاطار. كاين هناك عده يعني مواد اللي تسمح ب ليزيكزوناراسيون، يعني الاجراءات يعني الاعفاءات من الرسوم والضرائب للمستثمرين زعما بين قويصات الاعفاءات، وهذه تمثل على الاقل بالنسبه يعني هناك سؤال طرحته انا على وزير الماليه انا ذاك في سنه 2015 تمثل حوالي 125 مليار دينار من إعفاءات من الرسوم والضرائب، يعني ما نتكلمش على الحقوق الجمركية، ما نتكلمش على رسوم أخرى من تيفيا من ليبياس من إذن. هو قانون يعني مبني أساسا على الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وأنا سميته في ذلك الوقت يعني هو قانون ماشي قانون استثمار ولكن قانون الإعفاءات. ولكن السلطة اليوم عندها خطاب آخر، يعني تروج باش تروج لهذا القانون قانون الاستثمار، وتقول انه راح يجلب المستثمرين الكبار وراح يكون يعني كثوره في الاقتصاد الجزائري. انا نطرح سؤال ونقول في الوقت الراهن في الظروف السياسيه العالميه اللي راهي موجوده حاليا، هناك حروب، هناك انكماش اقتصادي، هل هناك يعني مستثمرين اجانب اللي راح يجيو يستثمروا في الجزائر ويدفعوا دراهمهم؟ أنا لا أظن ذلك، لأنهم هم حاليا يعني حتى على مستوى العالمي يحوسوا على السوق، يحوسوا وين يبيعوا يعني السلع نتاعهم، وهم راهم قاعدين يستفادوا أكثر وأكثر من اليد العاملة الرخيصة اللي راهي موجودة في جنوب شرق آسيا، في حتى في أوروبا، في إفريقيا، باش هم يحوسوا على المارشي، يعني قال وين السوق وين يبيعوا يعني السلع نتاعهم، باش يجي المستثمر، باش يجي يعني يدفع
فلوسه ويعني ويدير إنتاج حقيقي هنا وطني. هذا الوقت اللي رانا فيه والظروف الاقتصادية العالمية ماهيش راهي يعني ما تنبأش بهذا الشيء. ولذلك أنا اليوم لما قلت باللي أن هذا القانون الكومبرادوري وهذا القانون اللي راه يسمح إلا يعني قال نديروا الإعفاءات والامتيازات يعني كلها امتيازات وإعفاءات غير باش يجي المستثمر الأجنبي. ولكن المستثمر الأجنبي رانا نشوف اليوم مؤسسات وطنية اللي راهي تهلكت ديجا يعني اللي ما بقاش الإنتاج الوطني نتاعها، ما بقاش يعني نقدر نقول مادة المواد يعني الإنتاجية الجزائرية، ولكن حوسوا باش نجيبوا مستثمر أجنبي. أنا في رأيي وفي رأي حزب العمال أن هذا القانون هو قانون فقط باش يمنح الامتيازات يعني نقدر نقول يعني الإعفاءات والامتيازات، ولكن باش يخلق إنتاج باش يخلق إنتاج مش يخلق، لأننا عندنا تجربة على الأقل لما نأخذ من 2016 لليوم حتى يعني الإجراءات اللي موجودة في القانون القديم يعني اللي سمحت يعني اللي أعطت يعني بوكو بليس دو مويا، لكن ما خلقت ثروة، ما خلقت مناصب شغل، وبقات يعني الاستثمار في الجزائر غايب بصفة كلية. شكرا إحسان القاضي. سؤال الثاني لك، صحفي يعني وزارة الاتصال، محامين تاع وزارة الاتصال عندهم الحق، ما عندك شهادة جامعية في ميدان الإعلام ولكن عندك شهادة جامعية عليا في ميدان الاقتصاد. إحسان القاضي، بما أنه كذلك في إطار عملك الصحفي تستضيف كثير من الفواعل الاقتصاديين رجال الأعمال ويعني المشاركين مباشرة في ميدان الاستثمار، هل يستجيب هذا القانون اليوم حقا للوضع الراهن؟ هل هو الحل اليوم؟ القانون ما نظن اللي ما يستجيبش، لكن لأسباب مخالفة ومغايرة تماما من الأسباب اللي ذكرها سي جودي الآن. يلزم واحد يشوف الصورة العالمية للصراع المتواجد ما بين الدول لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال اللي هي تمر من قارة إلى قارة، من دولة إلى دولة، على أساس ما هي الامتيازات الأكبر اللي تعطيها لها الدولة المستضيفة للاستثمار. هذا الصراع هذا احنا خسرناه منذ زمن طويل، خسرناه في هنا في المغرب العربي فيرسوس مصر. مصر تقريبا 10 مليارات دولار تدخل يوميا سنويا. كنت نتكلم على الاستثمار الخارجي، المغرب ما نتكلموش حتى مع المغرب، ما في حتى مقارنة، حتى ولو الحجم تاع الاقتصاد الجزائري بالنسبة للناتج الضخم هو أكبر ربما بالضعف بالنسبة للمغرب، إلا أنه الفلو دانفستيسمون التيار الاستثمار ضعيف جدا، أصبح السنوات الأخيرة أقل من 200 مليون دولار سنويا. هذا بالنسبة لجلب الاستثمار الخارجي. وإحنا نعرف أنه النسبة لا ديموغرافي في الجزائر تتطور بصفة أخذت وتيرة جديدة لتجعل الضغط أكبر على خلق مناصب شغل جديدة للمحافظة على مستوى المعيشة تاعنا تاع السنوات الأخيرة. برك يلزم لنا تقريبا وتيرة تاع 7-8% تاع نسبة لو دو كروسونس، نسبة النمو للمحافظة على مستوى المعيشة تاعنا، لأنه فيه كل سنة مليون جزائري جديد يوصل على سوق العمل، ورأس المال والستوك دو كابيتال اللي موجود في الجزائر ما يسمحش لخلق هاد كل ما نسب الشغل هذا. يلزم واحد يخلق مناخ استثمار ومناخ أعمال مناسب بالنسبة لأرباب العمل في الجزائر والمستثمرين والحاملين المشاريع، لكن في نفس الوقت يجب يستجلب بين 7-8 مليار دولار سنويا تاع إيديو تاع المستثمرات الخارجية. هل هذا القانون يسمح ذلك؟ أنا نقول غير كافي، لأنه مازال آتي بالفكرة القديمة. الفكرة القديمة هي تاع الامتيازات والإعفاءات. انا نشاطر جودي انه مش ضروري انك يكون عندك الاستثمار هذه الاعفاءات الجبائيه والامتيازات. علاش؟ لانه المستوى الدولي تغير الفلسفه تاع جلب الاستثمارات تغير. الاهم مش هو الامتيازات اللي تعطي سلطه للاداره، والمشكل ربما نتكلم عليه وين تلقى مع السياسة، وين كيفيه اشتباك ولا تشعب في الجانب السياسي، هو كل ما تعطي امتياز وتعطي إعفاء
تعطي سلطة للإدارة باش تخير شكون عنده حق في هذا الامتياز وشكون عنده حق في الإعفاءات هذوما. فيه شطر من أرباب العمل في الجزائر خاصة داخل الساك داكسون ريفليكسون لونتربريز كار اللي ينادي بحذف كل امتياز وكل إعفاء جبائي وضمن وضمان مناخ أعمال شفافي مفتوح للجميع يسمح ويكون أكثر حرية ويكون فيه ما تكونش فيه الضبابية اللي كانت فيه الآن. علاش السياني يرفض ويجمد استثمارات ما؟ علاش لاين دي ما تجاوبش مع استثمار ما؟ إلى آخره إلى آخره. يعني الأهم مش هو الاستثمار، مش هو الامتياز أو الإعفاء، الأهم هو المناخ العام للأعمال اللي ينحي للإدارة القدرة الغير عادية اللي عندها على الاستثمار والمستثمر بدون ما ترجع حتى المستثمر ما يقدرش تقدر تجمد وما تخليلوش هذا الاستثمار تاعه لمدة طويلة، ما يقدرش حتى يرفع قضية في العدالة لأنه يعني أبي بوفوار وما قدرش يستثمر. نذكر باللي بالنسبة للاستثمار لأنه فيه أيضا نظرة، الاستثمار الأساسي في الجزائر في العشرين سنة الأخيرة اللي يسمح خلق مناصب شغل وخلق ديناميكية اقتصادية سواء في الفلاحة أو في الصناعة هو استثمار تاع القطاع الخاص. مراد بيتور، في نفس السياق تاع القرارات الاقتصادية والاجتماعية كان المفروض أن يتم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح دعم الأسعار في 18 ماي الجاري، ولكن تم التأجيل. حسب رأيك لماذا تم تأجيل هذا؟ لماذا تم تأجيل تنصيب هذه اللجنة؟ في البداية للتعليق فقط على قانون الاستثمار، نشهد هناك تردد لدى السلطة عندما نعقد ثلاث مجالس وزارية نتحدث على قانون الاستثمار ومجلس خاص بقانون الاستثمار دون أي مخرجات لحد الساعة. اليوم علينا أن نطرح أسئلة، هل المؤسسات الموجودة في الجزائر، لأن قانون الاستثمار الآن راح يروح للبرلمان، هل البرلمان الحالي في الجزائر قادر على نقاش قانون ذو أهمية كقانون الاستثمار اليوم؟ جوابنا في نظري لا، البرلمان الحالي غير قادر على إنتاج. أما عندما نتحدث عن استثمار، الاستثمار يجب أن نتحدث في مناخ عام ويكون ضمن سياسة أو استراتيجية تنموية شاملة. قادرين نروح للاستثمار بالتخصصات، هناك ولايات مثلا في الجزائر يكون عندها طابع جغرافي، هي ولايات تسمح للاستثمار الزراعي في المجال الزراعة، هناك ولايات للاستثمار في الدومين توريستيك، هناك ولايات أخرى ومناطق أيضا للاستثمار في مجال الصناعة والصناعات الثقيلة أو الصناعة بكل أشكالها. إذن عندما نتحدث أيضا عن الاستثمار أو الاقتصاد هو مرتبط بالشق السياسي، لأن عندما كما تكون في مناخ ما فيهش ديمقراطية، اليوم خلقنا مناخ رعب اقتصادي أيضا لا يسمح للمستثمر باستثمار أموالهم. اليوم عندما تروح تهضر مع المستثمرين يقول لك أنا ما استثمرش الأموال تاعي، ومن بعد يخرجني ريدريسمون فيسكال وينحيوا لي الأموال تاعي والبيروقراطية يديروا لي عراقيل وأنا دراهمي نرميهم وما نجيب والو. استدير هناك مناخ رعب اقتصادي، لأننا فقط نتحدث على هذا المناخ الرعب السياسي اللي خلقوه من الاعتقالات، ولكن أيضا هناك مناخ رعب اقتصادي. إذن عندما تكون الديمقراطية يكون هناك ما يسمى بالرقابة الديمقراطية على الاقتصاد. مثلا هناك أمثلة كثيرة في العالم، مثلا في البرازيل دا سيلفا عندما أتى في البرازيل كانت البرازيل وقتها تروح لافامي باش تسلف لها الديون متراكمة، صندوق نقد دولي ما حبش يمد لهم صوارد في ذاك الوقت. دا سيلفا أخذ قرارات هي رفع الأجور للعمال من جهة، ومن جهة أخرى راح وين أعطوا امتيازات وتسهيلات للاستثمار، وهذا ما خلق توازن في المعادلة الاقتصادية. إذن ولكن خلق مناخ ديمقراطي سمح بالرقابة الديمقراطية وين تقضي على البيروقراطية وين تقضي على الأمور اللي هضر عليها إحسان القاضي المتعلقة بالإدارة، هي اللي تتحكم في هذه الأمور. لولا مترأس حزب العمال في البرازيل، لكن الموقف تاع حزب العمال في الجزائر مش هذا. إيه معليش أنا فتحنا قوس لأن هذه الأمثلة أيضا من شأنها. أما فيما يتعلق عندما
تعلق بمسألة الندوة التي المقررة عقدها يوم الأربعاء الماضي. السلطة دائما عودتنا أنها حجارة تحجر حتى الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين ما تحسبهمش كشركاء السلطة، هي تحسبهم على كأنها أدوات. عندما تلغي ندوة مهمة بهذا الحجم تلغيها لافاي، تبعث الأحزاب السياسية يجيوك الندوة يعطيوك الموافقة ومن بعد تلغيها لافاي قبل يوم تلغي هذه الندوة. ما هي الرسالة؟ هل تم دعوة حزبكم حزب الأرسيدي؟ حزب الأرسيدي لم يتم دعوته لهذه الندوة، ولكن ما هي الرسالة التي تريد السلطة بعدها؟ شكوال الميساج، ما هي الرسالة التي تريد بعثها للرأي العام المحلي والرأي العام الدولي؟ أنك تلغي ندوة عطيت لها أهمية بين قوسين، درت تاباج ميدياتيك عليها ومن بعد تلغيها. وأيضا هناك أيضا من حيث الشكل دائما هذه الأمور المتعلقة بالدعم الاجتماعي. مثلا كل الأحزاب السياسية عندها توجهات، نحن في الأرسيدي توجهنا معروف في مسألة لسيبونسيون، حزب العمال أيضا معروف توجهه، ولكن النقاش باش يكون النقاش ثري لأن السلطة عليها تروح للشركاء الاجتماعيين مع النقابات ومع شركائها وباش يكون النقاش أحسن. لأن عندما تستدعي أحزاب السلطة هي موجودة في الحكومة باش تناقش هذا الأمر، نورمالمون الأحزاب السياسية اللي تكون في الحكومة يكون تدافع على توجهها في ما يخص سياسات الدعم. لو كنا نحن في الأرسيدي في الحكومة، نحن لدينا مشروع واجد وواضح المعالم فيما يخص سياسة الدعم. إذن على الأحزاب السياسية أن تدافع على مواقفها في هذه الأمور حتى الموجودة داخل الحكومة، ولكن المناخ العام لا يوجد ممارسة سياسية حقيقية. نبقوا في الشكل، من حيث الشكل الأرسيدي قلتم أن الدعوة لم توجه لكم، ولكن حزب العمال تم دعوة دعوته. بالنسبة لقضية الاستثمار إلى في عجلة من فضلك باش في عجلة يعني سيد جودي قال باللي قانون 2016 هو اللي يفتح المجال امام الاوليغارشيه الاوليغارك وسمح لها الفساد. هي مقبل 2016 كانوا انستالي 2008 قبل. المشكل هو مش كومبرادور، انا ما نظنش باللي كومبرادور، خاطر كومبرادور ما يكونش فيه 51 49 يعطي الاولويه للطرف الوطني، دونك مش كومبرادور. كان يمنع الاكسبورتاسيون دي ديفيدوند تاع الاساس لي زونتربريز اترونجير، كان فيه مشكل كبير مع الاكسبورتاسيون. داير مشروع قانون الحالي هذا اللي يعطي ضمانات بالنسبه للمستثمر الاجنبي انه يقدر يعاود يستورد الفوائد تاعو الارباح تاعو. ثالثا الدرو دو بريومسيون، الدرو دو بريومسيون ما كانش كومبرادور. ما تقدرش تقول كومبرادور، واش معناها كومبرادور؟ معناها كومبرادور هو منبطح امام المصالح الخارجيه، يعني في اللغه الماركسيه التقليديه كومبرادور سي سكو سا فو دير. ما تقدرش تقول باللي كان العكس، كان متعصب كثير من نسبة ما يسمى بالمصالح باتريوتيك الباتريوتيزم ايكونوميك، لكن في الحقيقه شفنا أنه الشيء اللي صرا هو أنه احتكرت جهة قريب متقربة من الحكم السياسي في غياب الديمقراطية، احتكرت الاستثمار واحتكرت كل كما مثل ما صرا في تونس وأدى بالثورة في تونس. لو كلون بن علي طرابلسي حتى ولو كان عنده واسمه كود دانفستيسمون يعني يغوي ويأتي ويحب يستثمر يقل المعامل الخارجي يدخل إلى آخره، لكن غياب الديمقراطية جعلت أنه فيه معسكر، فيه أن كلون قريب للرئيس في تونس ومرته هو اللي استحوذ على كل الاستثمارات. تحب تدخل في تونس يلزم تدخل شركة مع واحد من الكلون هذاك. احنا صرنا نفس الشيء مع الأوليغارك. إذن المشكل أكثر في السياسة منه في القانون. يعني تنتقد القانون يلزم تكون ضد العهدة الثالثة، ما نذكرش بلي حزب العمال كان العهدة تعديل الدستور العهدة الثالثة، كان من المفروض يكون ضد العهدة الرابعة، لأنه كل هذا الشيء سمح للزوليكارك أنهم يقويوا التموقع تاعهم مع سعيد بوتفليقة ومع خوه اللي كان رئيس غائب. وعندك تعقيب أستاذ جودي قبل ما نروح تعقيب؟ أنا نذكر سي قضي إحسان أن
سياسة تنصل الدولة من المهام نتاعها الاقتصادية بدأت منذ الاتفاق مع الأفمي سنة 95، وأنا شهدت أن في 97 لما كنت أول عهدة انتخابية برنامج الحكومة أحمد ويحيى أنذاك كان مبني على تنصل الدولة من المهام الاقتصادية، وما نحن تكلمنا على الاجتماعية ونعود ونرجع لها في هذا المجال. أن شفنا باللي حتى مؤسسات يعني قوية نقدر نقول حساسة واستراتيجية، مثلا كالوانجي لونتربريس دو غاز اندستريال، كيفاش تخلصت كيفاش تبعت ب 66% ماشي 51 49، واليوم وفي الكوفيد لما كانت الأزمة نتاع الغاز اندستريال ولينا نروحوا نحوسوا كيفاش نفكروا اننا نجيبوا من الخارج. اما المؤسسة اللي كانت عندنا عطيناها الليند غاز اللي كنا احنا نصدر للخارج وخاصة الى تونس، ولينا احنا نستورد من تونس لسمو ليناد نفس الشيء تلغات خلاص هذيك المؤسسة، ولو مام لزوزين تاع ليناد ولو سيدي ديبو. ولكن نذكرك سي قاضي فيما يخص القانون الاستثمار اللي نقول كومبرادوري، الوزير الصناعة أنا ذاك في ذلك الوقت هو اللي لغى باش ما تكونش 51 49 في هذاك القانون. ولكن أنا تكلمت على الامتيازات والامتيازات في الرسوم والضرائب منذ سنة 2008 اللي بدات، ماشي في قانون 2016، لأن التوجه الاقتصادي المبني على تنصل الدولة بدا في 95 و97 ماشي من درك. ثانيا اللي قضى على المؤسسات العمومية وقضى حتى على المناصب الشغل فيما يخص 51 49، وفيما يخص الدروا دو بريومبسيون كانوا تلغاو في قانون الاستثمار. زيد لك حاجة أخرى، ميم لو سياني لو كونسي ناسيونال d'investissement. Le Conseil national d'investissement كان عنده الإمكانية هو اللي يزيد يمنح الامتيازات من إلغاء للرسوم والضرائب، ولكن عودنا يعني بفضل المجموعة البرلمانية لحزب العمال يعني في سنة 2018 عودنا استرجعنا باللي ماهوش من حق قانون الاستثمار انه يمنح الامتيازات وحده بدون مرور على قانون الماليه، لان في الدستور قانون الماليه هو القانون الوحيد اللي يسمح له عنده الحق في هذا المجال. اذا هذا فقط بغيت نفلح، ولكن كاين حاجه، احنا حزب العمال نفتخر بالمواقف تاعنا والسياسه تاعنا المبنيه للملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج، يعني الملكيه العموميه لوسائل الانتاج الكبرى. احنا نعمل على هذاك الشيء لاننا شفنا لأن القطاع الخاص اللي خمم إلا كيفاش يعني يدخل جيبه بطبيعة الأرباح، يعني هو بريفي يدخل جيبه الأرباح بلا ما يخم عن المجموعة الوطنية. نبقى معاك اكزاكتومون في تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح دعم الأسعار. أنتم حزب العمال كم كان تم دعوتكم لهذا التنصيب، ولكن اللي تم تأجيلها يعني في اللحظات الأخيرة، لما هذا التأجيل؟ هل تم كان هناك تبريرات ولا كان هناك تبريرات للأحزاب اللي كانت مدعوة؟ أولا حزب العمال جاته دعوة، وحزب العمال كحزب مسؤول يعني اي شيء اللي يعني تخدم المصلحه تاع الاغلبيه وتخدم المصلحه كذلك يعني تسمح لنا باش يعني نوضح او نقدم يعني تسمى للموقف السياسي الحقيقي والهدف الاسمى اللي هو خدمه المصلحه تاع الاغلبيه. حزب العمال دائما يتحمل المسؤوليه تاعو في كل مجال. احنا كانت جاتنا دعوه، ولكن ما جاتش يعني سمعنا باللي كان هناك تأجيل عن طريق وسائل الإعلام، لأن لم يتم اختاركم مباشرة. لا لا، لم يتم اختارنا مباشرة، لكن احنا حزب كما قلت لك حزب سياسي مسؤول، حزب يعني يدافع الاستقلالية السياسية نتاعو. لأن بالنسبة لنا احنا نظن في قاضي ومام للجميع، مام حتى ذكرها الأخ من تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الموقف نتاعنا فيما يخص التحويلات الاجتماعية معروف، لأننا ببني يعني الحزب يعني حتى المبادئ الأساسية نتاعو والفوندمون يعني الأسس نتاع البرنامج نتاع حزب العمال اللي هو حزب يدافع على كل المكتسبات الاجتماعية والمكتسبات الاقتصادية للأمة الجزائرية. فيما يخص التحويلات الاجتماعية لابد نعرف أن التحويلات الاجتماعية هي مكسب من مكاسب الاستقلال. الثورة الجزائرية يعني لما انطلقت الثورة ولما كانوا يعني الثوار والقيادة نتاع الثورة قالت لي من أجل بناء دولة
اجتماعية. ونظن أن حزب العمال يعني نضاله على الأقل سواء في السرية أو في العلانية أنه يدافع عن الجانب الاجتماعي. لماذا ندافع عن الجانب الاجتماعي؟ لأننا نعرف الأغلبية نتاع الشعب الجزائري هي أغلبية يعني ما سيبا برجوازية، هي أغلبية عمال، أغلبية نساء، أغلبية شباب، أغلبية يعني طلبة، أغلبية متقاعدين. الأغلبية نتاع الشعب الجزائري هي أغلبية، ما عندناش برجوازية معروفة لأننا خرجنا من استعمار لمدة 132 سنة بعد الاستقلال، ما كانوا يعني محسوبين على الأصابع الأيدي. لكن في حزب العمال رفضتوا هذه الخطوة إصلاح دعم الأسعار، وعبد المجيد تبون رئيس الدولة كان قال أنه يعني التنفيذ راح يكون في نهاية سنة 2022. هل هناك الآليات؟ هل المجتمع الجزائري اليوم بهذه الأزمة الاقتصادية اللي راح يعيشها في الآونة الأخيرة مستعد يعني لتطبيق هذا الشيء من نهاية السنة أم لا؟ ولن لازم نتكلموا على هذا القرار. هذا هو قرار خطير، هو زلزال راح يمس البلاد. لماذا؟ اولا الجميع يعرف اليوم بلي الوضع الاجتماعي نتاع الجزائريات والجزائريين راه في الحضيض، القدره الشرائيه راهي في السماء، والمواطن يعني سواء العامل او العامل اللي راهي يلتوج 20000 30000 دينار، ميم 40000 50000 100000 دينار، ميم ديزيتود ميم 100000 دينار، وراح يلقى صعوبه في العيش. هذا في الوقت اللي رانا فيه زيد ناخذ قرار باش نلغي التحويلات الاجتماعيه. ولكن حبيت نذكر بشيء فقط، لان التحويلات الاجتماعيه انا جبت يعني طابلو انت على شي باس على ريفورم سي تقليص في الدعم بعد بعد اعاده اصلاح. هذا واش قلنا؟ اعاده اصلاح دعم الاسعار. الماده 188 تتكلم على التقليص على اسمه الغاء التحويلات الاجتماعيه واعاده النظر في تسييرها، والله ما عرفتش كيفاش راحين يديروا. لكن التحويلات الاجتماعيه لا تخص فقط المواد الواسعه الاستهلاك، مثلا قال مثلا الزيت ولا السكر ولا الفرينه ولا هذه المواد. لكن التحويلات الاجتماعيه دعم سكن اجتماعي، هذا مهم جدا، لان نعطيكم فقط بعض الارقام بتاتر تفيدكم وتفيد المشاهد والمستمع الكريم. دعم السكن اون 2021 في لوطيا 2021 كانت 424 مليار، في سنة 2022 247 مليار، ما يقارب تقريب 50% من الميزانية تاع السكن الاجتماعي تنحت. معناتها أن تطبيق التنصل الدولة من المهام تاعها الاجتماعية وتطبيق المادة 188 ما بداش اليوم، بدا ديجا في الألواط في نص. هذا الموقف المنتقد لهذا الخطوة، بهذا الموقف المنتقد أنتم انتقدتوا هذا المشروع، هذا إعادة إصلاح، ولكن ستشاركون في تنصيب هذه اللجنة. يعني كيفاش من جهة تنتقدوا هذا المشروع ومن جهة تشاركوا في يعني هذا انتقاد وجه للحزب؟ نعم الانتقاد أولا نحن باش نشارك باش نقولوا الحقائق للشعب الجزائري، قلناها في دي كومينيكي، قلناها في دي ديكلاراسيون بوليتيك، مي اوسي نقولوها في اطار تاعهم. قال اليوم الشعب الجزائري لازم يعرف باللي 50% من السكن الاجتماعي راح يتلغى، الشعب الجزائري يعرف باللي التحويلات الاجتماعيه كذلك تخص دعم التربيه الوطنيه راح تقلص، الشعب الجزائري لازم يعرف باللي ان تخص التحويلات الاجتماعيه تخص الصحه العموميه وراح يعني تتقلص، يخص الكهرباء، تخص الغاز، تخص الماء، تخص النقل، يعني يعني الدعم اللي راح يروح للجيري او اللي يروح للمؤسسات الكبرى الاستراتيجيه كلها راح تروح. اذا بالنسبه المهم حتى الدعم اللي فيما يخص ليزالوكاسيون فاميليال. دونك اليا قضيه التحويلات الاجتماعيه سيدتي لازم يعرف الشعب الجزائري لا تخص فقط الزيت والخبز والسكر، لا، من ناحيه تخص الكهرباء، تخص الغاز، ولا هنا معروفين الدعم تاع السكن يروح، الدعم تاع الصحه تروح، الدعم نتاع المعوزين ذو الاحتياجات الخاصه وذو المداخل الضعيفه تروح. اذا هذا هو حزب العمال باش يروح باش يقول باللي هذا القرار راح يمس الشعب الجزائري كل، راح يخلق زلزال، راح يخلق يعني حاجه اللي تقدر تمس المستقبل نتاع البلاد. جلول احسان القاضي كاين اللي يقول انه هذا بما انه تم دعوه حزب العمال حزب الافافاس كذلك، ولكن لم يتخذ بعد القرار إذا
كان النساء يشارك في تنصيب هذه اللجنة أم لا، وإقصاء أحزاب أخرى. الأرسيدي قال أنه ما كانتش ما دعوهمش لهذه اللجنة. هل هو تحول موقف النظام من هذه الأحزاب، حزب العمال وأحزاب أخرى، علما أن حزب العمال كان عانى في الآونة الأخيرة من سجن رئيسة حزب العمال، محاولة الانقلاب عليها كذلك فيما بعد؟ فقط اسمح لي شي قضية أن نقول كلمة. لما جت الدعوة حزب العمال دار كومينيكي وبلغ الرأي العام باللي راح يشارك، والمضمون انتاء المشاركة ليس من جانب حزب العمال ولكن من جانب السلطة. يعني لما هذا دعوة أحزاب وأحزاب أخرى وإقصاء أحزاب أخرى، وهل هو تغير في موقف السلطة تجاه هذه الأحزاب التي تم دعوتها؟ والله اللي عندنا صعب علي أن نقرأ، يكون عندي قراءة للرغبات واللونية الحكم في اختيار الشركاء في مسار مثل هذا. نقدر نفكر أنه يعرف الموقف تاع حزب العمال وربما يحتاج أنه يكون فيه هذا الصوت هذا، أنه يكون متواجد داخل اللجنة اللي تخدم على تعديل نمط مساندة الأسعار. لكن يعني المشكل هو أنه الشرعية السياسية تاع الحكم ناقصة، نعرفوها الشرعية السياسية ما تسمحلوش أنه يبادر في المرة الأخيرة اللي صاروا فيها دي ريفورم امبورطونت، سيتي بعد 5 اكتوبر، كنا في حالة تقريبا افلاس تام، والافلاس وصل في 94. حكومة مولود حمروش خاضت سكون ابلي لوتو ريفورم تاع الاصلاح الذاتي من الداخل بقرارات شجاعة آنذاك، اللي كانت تسمح للميزانية الدولة أنها تدخل على بعض المهام اللي كان فيها تبذير، بعض المصاريف اللي كان فيها تبذير، وتقلص وتركز يعني الاستثمار في المجالات اللي عندها مردود هام. هذا الوضع السياسي اللي عشناه في ذاك الوقت ما يقدرش يتعاود الآن، لأنه عندنا حكم ضعيف جدا، ما يقدرش يبادر، ما يقدرش ياخذ نفس القرارات في مناخ يعني حتى ولو المناخ مش متدهور بالنسبه لماليا مثل ما كان في بدايه التسعينيات، ما راناش في حاله افلاس والحمد لله، لكن نحس انه يحتاج الى ربما شركاء يسمحوا له انه يبادر. نقطه فقط بسرعه، التحويلات الاجتماعيه متواجده في كل دول العالم بما فيها اقصى دول ليبراليه، متواجد في كل دول. السؤال المطروح هو نجاعة هذا البنية، هذا النظام التحويل، اسكو يسمح للفئات اللي معنية بالتحويل أنها تستفاد بطريقة دومانير أوبتيمال بالتحويل هذا أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح. بنفس المبلغ الميزاني تقدر تمس بأكثر نجاعة فئة أكبر من المجتمع اللي تحتاج هذا الدعم هذايا. السؤال هذا هو، وباش تقدر تدير التحويل يزم يكون فيه إنتاج، يزم يكون فيه، هذه هي سياسة التوازن اللي نتكلم عليها بعد قبيلات بالنسبة لحزب العمال في البرازيل. هو حزب عمال سياسته أنا نساندها ونميل لها كثير، كانت في نفس الوقت ليبرالية واجتماعية. ليبرالية لأنه فتح المجال أمام الاستثمار، واجتماعية لأنه حما الفئات الطبقات المتدهورة في البرازيل، وسمح لها أن يكون عندها موارد، أن يكون عندها قدرة شرائية ليسمحت الاستثمار أنه يلقى طلب في المنتجات والخدمات تاعو. هناك من يقول أن الجزائر اليوم تعيش حالة انسداد إلى حد عدم يعني عدم القدرة على تنصيب لجنة أو اتخاذ قرارات أخرى، وفي هذا السياق جاء ما يسمى بمبادرة لم الشمل لعبد المجيد تبون في حوار مع الصحافة الوطنية. عبد العزيز رحابي كان قال أن هذه المبادرة، مبادرة لم الشمل، فرضها الأمر الوضع الراهن، فرضها الواقع. يعني هل اليوم نقدر نقوله أنه البلوكاج هذا اللي كاين، الانسداد، هو اللي يمنع أي تنصيب وأي قرار، وأنه لم الشمل وحوار وطني هو الحل اليوم يكمن في هذه المبادرة؟ مراد بياتور، في السياسة الأهم هو الفاعلية الإفيكاسيتي أو النجاعة كما قال سي حسن القاضي. عندما نتحدث عن التحولات الاجتماعية لازم نقيس مدى نجاعة السيبفونسيون بالطريقة الموجودة الحالية الآن. هل بإمكاننا الذهاب إلى طرق أخرى دي سيبونسيون؟
هل بإمكاننا اليوم الوصول إلى وضع بطاقية وطنية انفيشي ناسيونال طردو انفيشي ناسيونال يكون انفيشي ناسيونال واقعي حقيقة يعبر عن حاجيات الشعب الجزائري؟ الآن في السيبونسيون عندما نتحدث عن السيبونسيون لازم الجزائر اليوم الأموال التي تضخ في السيبونسيون قادر نصنع بها أشياء أخرى. اليوم مثلا في السيبونسيون تاع الحليب المناطق النائية مثلا تشري الحليب بثلاث أو أكثر لأنها تشري ربع كاتساشي دولي ويزيد لك واحد أمبو البري تاعي تاعو غالي ماشي 30 دينار دونك تشريه ببانتيا ميل الخمسة شكاير تاع حليب. ولكن كما معروف أن المدن الطبقات الميسرة تسكن في المدن في الأرياف هناك طبقات الكادحة أكثر تشريه ب 25 مثلا وهناك اللي يشريه ويستعمله في التحويل مثلا باش يبيعوا فلون ولا عفسة واحدة أخرى. اليوم هل هذه المساعدات التي تقدمها الدولة الجزائرية حقيقة تروح لأصحابها؟ هل احنا قادرين نطرحوا الاسئله؟ هل بامكاننا وضع خطط اخرى مثلا في ايضا في مجال عندما نتحدث عن السكن اليوم طريقه تسيير السكن وبناء السكنات الاجتماعيه لم يحدث ايضا نجاعه. هناك طرق اخرى مثلا بامكان الدوله الذهاب الى بناء سكنات وايجارها للمواطنين. هناك حلول ولكن علينا اشراك الكفاءات. نحن في الجزائر نعاني من إقصاء. هناك سلطة سياسية سلطة أمر واقع تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام غير فولي طياب وهناك إقصاء لكل الكفاءات ولكل الشركاء. ليست مبادرة لم شمل تراجع عن الإقصاء اللي تعانيه منه ربما اليوم الإقصاء من 62 الإقصاء ما بداش مع وصول تبون إلى سدة الحكم. الإقصاء منذ 62 في الجزائر كان هناك الإقصاء وهي المرحلة اللي كان فيها الأرسدي في الحكومة. الأرسدي لو هو نقاش آخر لو نتحدثوا على دخول الأرسدي إلى الحكومة وطرقه هو نقاش سيكون واسع ربما سنفتح إمبراش كباب ما نخرجوش منها. إذن عندما نتحدثوا على الإقصاء اليوم السلطة راهي في انسداد. هناك أزمة شرعية نظام سياسي أزمة مشروعية نظام سياسي اليوم. إحنا لازم نطرح أسئلة كيف بإمكاننا اليوم حل حالة هذه الأزمة لأن أزمة شرعية النظام السياسي هي التي خلقت كل الأزمات التي نتحدث عنها اليوم. هناك سلطة سياسية تحدثنا الآن على طريقة تعاملها مع الأحزاب طريقة دولونسمون تاع المبادرة التي تتحدثين عنها مبادرة لم الشمل عندما لمانيار دو كومينيكاسيون تاع السلطة عندما الأحزاب السياسية تعرف أنه هناك مبادرة لم الشمل عن طريق وكالة الأنباء لماذا السلطة لا تفتح حقيقة حوار؟ نحن في الأرسدي من الأوائل الذين يدعون إلى حوار حقيقي جاد حوار جاد وشامل اسمحي لي نكمل الفكرة. حوار جاد وعلني علنية الحوار مهم جدا لأن حوار الغرف المغلقة والمظلمة أين السلطة تستدعي الأحزاب السياسية لتستعمله فقط كصورة تروح للمرادية تخرج من لقاء الرئيس وتخرج بالخطابات المعهودة. فنحن على مستوى الحزب اليوم هناك تفكير وفلسفة سياسية جديدة بدأت تظهر. نحن في الأرسدي علينا الابتعاد على بعض الخطابات التي سئم منها الشعب الجزائري وجعلت طبقات واسعة من الشعب الجزائري تنفر من السياسة. منها الخطابات يروح واحد للمرادية لقب رئيس الدولة ويخرج لامسنا ورأينا من كلام الرئيس أنه عليه هذه الخطابات وهذا التعبير الركيك ولغة الخشب عليها أن تنقرض في الخطابات السياسية. علينا أن نعرف أن الحوار المهم والأهم من الحوار هي مخرجات الحوار. ما هي الأهداف من الحوار؟ إذا توفر هذه الشروط وتم دعوتكم هل ستشاركون؟ الحوارات التي تدعو إليها السلطة اليوم السلطة في التسعينات في الجزائر السلطة تقول هناك مرحلة انتقالية في الجزائر. من أفشل المرحلة الانتقالية في التسعينات في الجزائر؟ لأن السلطة قادتها مرغومة
وأرغمت على القوى السياسية الموجودة في ذلك الوقت أنها هي التي تقود المرحلة الانتقالية. اليوم أيضا السلطة الحالية تتحدث عن مرحلة انتقالية، لكن السلطة هي التي تقود المرحلة الانتقالية. إن أردنا حقيقة الانتقال من ديكتاتورية إلى الديمقراطية، علينا أن نضع ميكانيزمات للتأسيس لهذه الديمقراطية. شكرا لوصلت الفكرة جودي جلول. إذا تم استدعاكم لهذه المبادرة، مبادرة لم شمل، هل ستستجيبون كما استجبتم لتنصيب لجنة إصلاح الأسعار؟ أولا لما نتكلموا على لم شمل، يعني ما قدش يعني السؤال يعني يتطلب جواب سياسي. لما تتكلم على لم شمل وهذا اللي راه يدعو له، هذا اعتراف ضمني على أساس أن هناك أزمة في الجزائر، هي أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية. ولذلك أن الطلب تاع حوار يعني شامل مع يعني الفعاليات الوطنية أو مع المواطنين، مع إشراك حتى الشعب باش يشارك، لأن الشعب نظن يعني في وقت من الأوقات خذل المسؤولية تاعه. والثورة تاع 22 فبراير اللي خلات الشعب الجزائري يخرج الشارع ويطالب برحيل النظام ورموز النظام، ويعني الشعب هو اللي يتحمل المسؤولية وتكون سيادة للشعب. ولذلك أننا لما تكون أزمة بطبيعة الحال لازم يكون هناك فتح يعني حوار شامل مع جميع نقدر نقول فئات المجتمع الجزائري. ولكن اليوم باش تقدر يعني أنك تصل باش يعني تدير حوار وطني شامل وتكون هناك نقاش حقيقي، لابد إجراءات حقيقية، لابد من إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي، لابد أنها ترفع هذه الضغوط على الأحزاب السياسية. تكلمت قبيل يعني حزب العمال عانى في 2015 في عملية يعني ضد الحزب، يعني عملية تهديم تاع الحزب اللي بدأت من أعلى هرم السلطة، يعني من فوق، وجات يعني استعمال كل الوسائل باش يدقدقوا الحزب. لويزا حنون 9 شهور وهي في السجن، عمليه يعني نقدر نقول ان كودي طانتر، يعني خلقوا دي كودي طانتر، لكن بقينا صامدين. اذا هذا الضغوط على الاحزاب السياسيه متحبس. اليوم رانا في راديو ام يعطيكم الصحه وتبارك الله، اننا نقدروا نتكلموا ونواجهوا ونتكلموا مع الشعب ونتكلموا مع المواطنين، يسمعوا افكارنا، لكن وسائل الاعلام كلها مغلوقه على الاحزاب، مغلوقه على حزب العمال. الناس تقسي قال جودي وين راكم ما تبانوش؟ ايه نبان في راديو ام بتاتر، كاين يقدر توصل الكومينيكي تاعنا تنشروه، ولكن وسائل الاعلام الاخرين على الاحزاب السياسيه مغلوق. يعني معناتها اليوم مام حتى على النقابات، يعني النشاط النقابي ولا هذا كله لازم يكون، لان بطبيعه الحال حاجه بدون يعني بدون نقول حريه التعبير، بدون حريه الراي، بدون يعني ايصال الكلمه باش كل الشعب الجزائري يعرف الموقف نتاعنا وتاع الاحزاب السياسيه من القضايا المهمه، هذا مهم جدا. زيد ضيف لذلك، كيفاش نروح نديروا يعني نتكلموا على يعني نحل او نلم الشمل في ظل اقتصادي كما هذا وظل اجتماعي كما هذا؟ ظروف الاجتماعيه رانا نشوفوا كيفاش تزايد الحرقه بار اكزومبل. علاش الحرقه؟ علاش الناس تروح تغامر بنفوسها وبحياتها في البحر؟ تغامر لانه ما لقاش يعني المستقبل يعني مسدود امام الشباب نتاعنا، لذلك يروحوا يغامروا بنفوسهم. لو كان لقى منصب عمل يعني قار وراتب يضمن له الكرامه تاعه والكرامه تاع العائله تاعه. حاجه برك بالنسبه للتخوف تاعي انه المبادره هذه تفرق، بس دوك تفكرت باللي متواجدين في نفس القطب لوباد، ربما المواقف تاعهم بالنسبه للمبادره هذه مش كيف كيف يعني بوضوح. اسكو تاخذوا موقف واحد؟ سمحي لي ليندا، خديت لما اسكو تاخذوا موقف واحد داخل لوباد، ولا كل واحد راح ياخذ موقف تاعو كحزب؟ ما عندي تخوف انه ربما على القضيه هذه ربما ما قدرش يكون عندك تخوف في حاجه واحده. اسمح لي فقط ان حزب العمال كما قلتها في بدايه الميشن، حزب العمال حزب مستقل ياخذ المواقف نتاعو من خلال النقاش داخل الهياكل نتاع الحزب وياخذ القرار. اما قضيه المشاركه من عدم المشاركه، باش نرجع للسؤال اللي طرحته الاخت، المشاركه وعدم المشاركه كيزيد نسميوه بوزيد ديجا حاليا، مازال قال راهي كلام راه هكذا، مازال ما الامر ماهوش يعني في البيت هكذا اكزاكتومون، كلام هكذا من حيث الشكل. الانتقاد الاول اللي وجه لهذا
حتى احنا نقولوا ما سمي بالمبادرة لأنه لم يكن مبادرة في البداية، كان مجرد برقية من وكالة الأنباء الجزائرية تكلم عليها أول مرة عبد المجيد تبون من تركيا الأسبوع الفارط، وأمس سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش تكلم عن مبادرة اليد الممدودة، وفي النص كذلك اللي تم نشره في موقع وزارة الدفاع يتكلم عن مبادرة لم الشمل ويدعو للانخراط في هذه المبادرة بقوة. ألا يعتبر هذا الترسيم أو بداية الجانب العملي لهذه المبادرة أحسن القاضي؟ هذه كارثة أولا قبل ما تكون ترسيم أو شيء. سعيد شنقريحة ما عنده إلا شيء في دلاكوب تاع كأس العرب وما عندهش علاش يدخل روحه في الموضوع كما هذا. عنده مشكل أمني مع الجيران ربما ولا مفتعل ولا عند كاين مشكل استراتيجي. الان راح ندير حصه الاسبوع الاتي مع متخصصي في القضايا الامنيه ولا وقضايا الصناعه الحربيه بالنسبه لنجاعه السلاح الروسي في اوكرانيا. انا بديت نخاف يعني بالنسبه للنتائج تاع لا لا لا. هذا هو هذه الورشه اللي لازم يخدم عليها سعيد شنقريحه، اما باش يدبر علينا احنا الى نروحوا ولا ما نروحوش نلتف حول الرئيس ماشي شغله كامل. هذه غلطة جديدة في علاش؟ لأنه مهما كان الحراك ما عفستوا عليه ودرتوا له إلى آخره، لكن الطالب تاع الحراك ما زال الناس على بالها به. مدنية ماشي عسكرية، معناها أنه الواجهة السياسية اللي كانت مقبل يجب تكون هي ما تبقاش واجهة. الآن الدولة يقوم بها حتى لو اللي يجب المفروض أنه يحتج هو عبد المجيد تبون، لانه تفكروا بوتفليقه كي وصل بوتفليقه للحكم كي دار لا كونكورد سيفيل اسكو العسكر كانوا يهضروا كي دار الوئام الوطني ما كانش يهضروا، هو اللي كان يمثل الدوله الجزائريه والمشروع. ريح العسكر ريح اسمح العسكر انه يمر الخلف. ما هو تفسير هذا التدخل إذن احسان القاضي؟ كاين قراءتين، كاين قراءه تقول وانا ما عنديش راي يعني نهائي بالنسبه لهذه، انه المبادره اتيه اكثر منها من المعسكر العسكري من الجانب العسكري وفرضت نفسها على عبد المجيد تبون، لانه عبد المجيد تبون بالمشوار تاعو لحد الان شتت تكلمنا على التشخيص، شتت الصفوف، دخل في مأزق اقتصادي واجتماعي، الحرقة والوضع المزري اللي عايشين فيه الجزائري الآن أصبح أنه ما يقدرش يديليفر با، يعني ما تقدرش السلطة العسكرية تقدر تقبل واجهة وما تهتمش بها إلى الواجهة هذيك تعمر النوع من المهام الدستورية والنجاعة في التسير إلى آخره. إلا ما كانش كنا نتكلموا على الاستثمار، يا با ان لو تيران يا با اون اسيت فونسيير كي ايتي ديليفري منذ 2019 حتى شيء. استيراد السيارات والاستئناف في لاسومبلاج ولا اخره حابس، كل لي كريدي بونكير تهضر مع ارباب العمل حابس، كلش حابس، ما كانش حتى مسؤول ياخذ قرار في اي منصب كان. الماكينه تاع الاقتصاد الجزائريه حابسه متوقفه، اذا فيه مشكل بالنسبه مشكل إدارة لأنه عبد العزيز الرحابي في التدخل الأخير دياله في الصحافة الوطنية يتكلم عن مشكل الإدارة ويقول هو من يعرقل كل شيء. حتى لو عبد المجيد تبون يعطي أوامر الإدارة أنها تسهل الأمور إلى آخره، بصح تكلم مع مسؤول في الإدارة يقول لك أنا ما نمضيش، شوفوا شو صار لي من قبل مني مضى وصار له كون رئيس لجنة تاع قروض ولا رئيس أنوفيس إلى آخره. إذا فين المشكل؟ الواجهة السياسية ماش تقوم بالدور تاعها، إذا كل مرة الجيش مضطر أنه يجي يساندها ولا يدخل إلى آخره. هذا ما يعطي طابع ربما يزيد الطين بلة، لأنه من المفروض أنه المؤسسات المنتخبة هي تقوم بالدور تاعها والجيش يقعد في الصف الثاني ما يبانش في الميدان السياسي. هذا ما يخليني نفكر أنه المضمون قال كيزيد اسمه بوزيد جودي عنده الحق، المضمون تاع هذه المبادره مش باين الان. نظن فيه شطرين، فيه شطر سياسي تاع حوار مع احزاب ربما احزاب الموالات، ماناش من عند حتى ضمانات انه يكون فيه احزاب المعارضه في هذا اللم الشمل، وفيه شطر امني يشبه للرحمه تاع جنرال زروال تاع تدخل في الصف الى راك في لا دياسبورا تقبل انك غلطت ربما الى اخره يعطيك جواز السفر تعاود تولي للجزائر. فيه نظن شطرين امني يتكلم عليه الجيش
وشطر حزب سياسي ما نقدرش نعتبر أن السياسي يتكلم عليه رئيس الجمهورية، لكن المضمون كانفتاح حقيقي سياسي مشوار جديد ومنعطف في العمل السياسي ما أنا ما شايفوش. مراد بيتور، انتم راكم حزب الارسيدي راه قريب من المؤتمر ديالو اللي راح يكون بدايه شهر جوان، وانت احد المرشحين لخلافه محسن بالعباس على راس الارسيدي. يعني اذا كنت انت رئيس الارسيدي بعد اقل من اسبوعين، واش راح يكون موقف الحزب؟ اسكو عندك فكره موقف الحزب ما يتغيرش اتجاه هذه المبادرات ام كيف؟ قدمت قراءة عن السلطة. نحن على مستوى الأرسيدي نملك ثقافة سياسية، وهي ثقافة الحوار، وهي ثقافة التسير التشاركي على نهج الديمقراطية الاجتماعية، لأن الأرسيدي ينتمي إلى مدرسة سياسية وإلى توجه سياسي هو الديمقراطية الاجتماعية لسنتر غوش كما نسميهم. إذن هناك ثقافة تشاورية، وهناك أيضا شيء مهم أيضا في الأرسيدي، وهناك مكسب، وهو مكسب سنعمل على الحفاظ عليه، هو مكسب استقلاليتنا في اتخاذ القرار. في اتخاذ القرار في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كسبنا نوتونومي استقلالية واسعة، فمؤسسة الحزب وحدها هي من يتخذ القرارات من كل المسائل وبطريقة ديمقراطية وتشاورية بين مختلف القوى. نحن نتوجه إلى مؤتمر في ظرف حتى في ظرف جيوسياسي بإمكانه إعادة رسم خارطة العالم و الخريطة الإقليمية في مجال العلاقات الدولية، في وضع اجتماعي أيضا يتسم بانهيار القدرة الشرائية ومستقبل غامض للمواطن اليوم، وأيضا في جو سياسي يتسم بغلق المجال السياسي والمجال الإعلامي في وجه كل الأصوات المعارضة. أنا من مدركا بهذه بحجم هذه المسؤولية التي ستقع على عاتقي، قررت أني نترشح لخلافة محسن بالعباس على رأس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي أعلن منذ أكثر من سنة في مارس 2021 أعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس التجمع، وسمح وقدم درس آخر في السياسة، لأن الأرسيدي كان دائما حزب الطليعة في الجزائر. اليوم محسن بالعباس قدم درس آخر في السياسة، وهو أنه اسمح للمنافسة الديمقراطية وبكل شفافية على رئاسة الحزب في المؤتمر القادم، وكل مناضل لديه الحق، وهذا ما يشجعه كل المناضلين سواء في النقاش. كبيرة مراد بيتور بالنسبة للصعوبات اللي يعيشها حزب الأرسيدي مع سلطات الجزائر في الآونة الأخيرة، يعني نعم كيفاش راح يكون مستقبل الحزب؟ كيفاش راح تعملوا في الحزب في 2019 و2020؟ الأرسيدي وحتى اليوم حتى 2022 هناك مضايقات رهيبة على الأرسيدي. في 2019 و2020 عندما كانت كل تلك الهجمات على الأرسيدي، كنت هنا وفي البلاطوهات التلفزيونية، كنت حتى هنا في هذا البلاطو بحد ذاته أكثر من العشرات من المرات، وأنتم مشكورين على فتحنا لهذا الفضاء للدفاع على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ودفعت عن المواقف التي أخذناها مع بعض في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العديد من البلاطوهات التلفزيونية، وبعدها كنت أيضا مسؤول على التنظيم في الحزب، أين عملنا مع بعض مع المناضلين في كل مستويات وقيادة الحزب على هيكلة الحزب في مختلف ولايات الوطن، وقد وصلنا إلى نتائج جد متقدمة في هذا الشأن. إذن نحن في الأرسيدي تربينا على ثقافة نضالية، هناك ثقافة راسخة في الأرسيدي، هناك ثقافة راسخة داخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، هي ثقافة المقاومة من أجل الوجود. نحن هنا من أجل المقاومة مهما كانت الظروف، نحن هنا من أجل العمل على تجسيد مشروع مجتمع الذي نحمله، مشروع مجتمع حدثي، مشروع مجتمع تقدمي نعمل على تجسيده في الجزائر. سنعمل مع بعض على خلق أيضا جسور مع مختلف القوى الحية في الجزائر، لأن اليوم نحن مقتنعون أنه ليس بإمكان يد واحدة أن تصفق لوحدها، يد واحدة ما تصفق على كل القوى الحية في الجزائر. العمل من أجل إنقاذ مستقبلنا، الجزائر بحاجة، هناك طاقات شبابية
بإمكاننا أيضا الاستثمار فيها. فكل دول العالم اليوم نشاهد هناك شباب يصلون إلى مناصب مسؤولية متقدمة. أما نحن on liver notre jeunesse البحر كما حدث في فوكا الأيام الماضية, ونمنح مناخ ونخلق مناخ من أجل كبح كل المبادرات الرامية إلى التقدم والرقي. عندك تدخل آخر أستاذ جودي؟ نعم عندي تدخل, لأنني ما كملتش برك الفكرة باش نخلص فكرتها حول باش نكمل. يعني أنا قلت يعني حق فقط باش حمد نقول أي مبادرة لازم يكون عندها مغزى, وأي مبادرة لازم تتبنى على حسن النية. يعني قال مثلا باش نروح باش نحل المشاكل العالقة, وحزب العمال وحزب العمال اللي هو معروف كحزب مستقل, حزب يعني نقدر نقول مسؤول, نعم حزب مستقل وحزب مسؤول. ولذلك احنا لا شيء يسمو فوق يعني الأهمية أو شيء يسمو على ليزانتيري مصالح مصالح نتاع الشعب الجزائري, لأن احنا بطبيعة الحال من هذا الشعب ونخموا على المصلحة نتاع هذا الشعب من خلال أول الدفاع على كل المكتسبات نتاع المكتسبات الصغيرة والمكتسبات اللي تحصلنا عليها من خلال النضالات نتاعنا سواء الديمقراطية أو الاجتماعية والسياسية. والتدخل الأخير لسعيد شنجريحة يعني فيما يخص هذه المبادرة, هناك الكثير من المراقبين اللي يشوفوا أنه بعد عدة أشهر من السياسة الأمنية في الجزائر جاءت هذه المبادرة اللي كانت راح تكون سياسية, ولكن في اللحظات الأخيرة دخل سعيد شنجريحة ليعطيها الطابع الأمني كذلك. اولا احنا بالنسبه للتدخل تاع القائد الاركان سيفري, يعني من المفروض ان العمل السياسي يبقى للسياسيين, هذا شيء يعني احنا دائما نسعى ونعمل باش ان الامور السياسيه تبقى الا في الجانب السياسي, ما يكونش فيها كاين هناك الهيئات نتاع البلاد وحتى المؤسسات العسكريه عندها دور اخر لابد انها تقوم به, تحافظ على البلاد تحافظ على الامن نتاع البلاد بطبيعه الحال. اما الامور السياسيه هذه ما حتى كي نتكلم على انا قلتها وثقافي يعني زاد اكثر من ذلك, لان لابد تبان تبان يعني يعني كيما حنا اللي ترين تاع هذا سواء ندوه او هذا الاقتراح هذا لابد يظهر يظهر باش نقدر اننا نعرف ما هو الشيء اللي لابد نعمله. ولكن قبل ما يبان هذا الشيء هذا لابد من يعني اجراءات اللي تقدر يعني تحضر لهذه الندوه وتحضر لهذه الفكره هذه. هذوك الاجراءات احنا ماذا بينا يكونوا خاصه لان نروح لاي حاجه نحب ندير نلم الشمل, ولكن ظروف الاجتماعيه نشوف الناس اللي ما لقاتش واش تاكل ولا ما لقاتش واش تلبس ولا ما لقاتش واش تشرب, اذا ما نقدرش انا نروح لواحد كرش وخاويه وانا نحكي له على امور اللي بتاتر يشوف فيها وكانني جيت من كوكب اخر. لازم نجيب على الظروف هذوما باش نلم الشمل, ما عادش نلمو منها لا خمسه ولا ست سنين. والمشكلة طرحها في تونس. أنا تكلمت على النية صادقة اللي لابد أنها تكون. ممكن إجراءات أخرى أسهل واحد يأخذها في انتظار الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. هو لم شمل عائلات المعتقلين اللي راهم مثلا أنا في السنة في تهضر عليها الأولوية هذه هي. سبق بها. سبقت بها أول شيء قلته وهو إطلاق صراحة. يعني كل مساجين السياسيين ومساجين الرأي نظن وعاود شوف ليميسيون. أول شرط تحدث عليه جودي جلول هو إطلاق صراحة معتقلي الرأي. شكرا لك جودي جلول عن حزب العمال, شكرا لمراد فياتور عن حزب الأرسيدي, وشكرا إحسان القاضي الصحفي, شكرا لمتابعي غاديو أم اللي تابعونا طيلة هذه الساعة. إلى اللقاء.